قفشتك. بتعمل ايه يا سيف؟ تغسل هدومك؟ تغسل كويس؟ بتغسل بيريال ولا بالصابون؟ شاطر يا زياد، انت نضيف. يعني انت بتخدم نفسك بنفسك بقى. تغسل كويس؟ طيب، وايه غسيلك، حلو ولا اي كلام؟ اي كلام؟ يعني انت بتغسل اي حاجه وخلاص؟ تغسل كويس يعني؟ بصلي، غسيلك حلو ولا ايه؟ حلو يعني؟ ماشي، يعني هنلاقي غسيل 100 100. وريني بتغسل ازاي. شاطر، انت 100 100 اهو يا عم. يعني انت اما تتجوز تغسل لمراتك؟ يا واطي، لا تغسل مواعين زي ابوه. هدوم لا. وتغسل هدومك والمواعين كمان ولا لا؟ والمواعين. وهتمسح الشقه وتنقي الرز وترمي الزباله، كل ده تعمله؟ ده انت زوج مثالي، ده انت اللي هتاخدك هتبقى مبسوطه بيه. ماشي، يلا لهم، باي باي، انا ورايا غسيل.